مولانا، طاعة الصدقات هي من أفضل الطاعات عند يعني الله سبحانه وتعالى. نعم. ويثاب بها المرء ثواب عظيم، ويضاعفه الله سبحانه وتعالى من يشاء. نعم. أنا كبني آدم كده عايزة أخد أكبر عدد من الصدقة من الحسنات. إيه نوع الصدقة اللي لما أعمله فأنا كده مطمنة إن إن شاء الله إن شاء الله ربنا هيجازيني بيه وهيضاعفه ليا؟ وهل في شروط مع الصدقة كمان؟ طيب خلينا في البداية وإحنا بنتكلم بنقول الإنسان اللي بيتصدق عايز يستفيد بالصدقة بتاعته أكبر استفادة. أيوة. مش كده؟ أيوة. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصدقة؟ ده سؤال مهم. آه. والنقطة الثانية، إمتى أتصدق؟ الله عز وجل لما أمرنا بالصدقة، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نتصدق في السراء وفي الضراء. أيوة. وفي السر وفي العلن. وفي العلن، وكل ده عشان نجمع كل الخصال المتعلقة بوجوه الاستفادة والانتفاع من الصدقة تتحقق للعبد. ليه؟ لأن الصدقة دي هي بالضبط كده مفاتيح للخير، مغاليق للشر. الصدقة مفاتيح للخير، مغاليق للشر. وأعظم من هذا كله إن الصدقة دي لها باب في الجنة يسمى بباب الصدقة. الله عز وجل يقول في القرآن: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى لما كل واحد فينا يعرف حقيقته في الدنيا، انت جاي الدنيا ليه؟ ها، سؤال مهم جدا. ايه انت جاي الدنيا ليه؟ جاي الدنيا الهدف، لك رسالة لازم تأدي الرسالة اللي انت جاي علشانها على اكمل وجه، علشان لما الرسالة تنتهي والعمر ينقضي تجني ثمرات الاعمال دي. ما هو ما عندكم ينفد وما عند الله باق. زي ما احنا مأمورين ان احنا ناكل ونشرب، مش هنقول من افخم الاشياء، لا، الاسلام امرنا بان نكون يعني مقسطين في كل شيء، لا تسرفوا ولا تقتروا، يعني لا نكون مبذرين ولا نكون بخلاء. ده الاسلام دين وسط، وكذلك جعلناكم امة وسطا. فالوسطية في كل شيء هذا افضل شيء على الإطلاق. طب وانت بتتصدق خلي بالك، زي ما انت بتاكل وزي ما انت بتشرب وزي ما انت بتعمر الدنيا، اعمل حسابك ان في مكان انت لازم تعمره في الدنيا، تعمره في الدنيا علشان كل ما تعمر اكتر في الدنيا كل ما هتنعم. لا، قبل الناس ما هتستفيد. أيوه. صاحب الشأن نفسه هو اللي هينعم اكتر في الآخرة. ولذلك ما عندكم ينفد وما عند الله باق. دي رسالة، الرسالة دي تعلمها أحد الصالحين من شيخه، تن ملازم الشيخ بتاعه 40 سنة، بحالي عمر بحاله 40 سنة ملازم الشيخ بتاعه. بعد 40 سنة فالشيخ قاعدين مع بعض كده، فبيقول له إيه؟ بيقول له: أنت قاعد معايا كده بقالك 40 سنة في المسجد كده بتتعلم العلم الشرعي، ايه اكتر حاجه انت استفدتها مني؟ اتعلمت مني ايه؟ فلو فرض 40 سنه بقى يكتب مجلدات. فقال له: تعلمت منك 8 مسائل او 8 امور. قعد يعدل له الثمانيه، وبعدين من جمله الثمانيه بقى حاجه مهمه جدا، حاجه المفروض كل واحد فينا يمسك ورقه وقلم كده يفتح ودانه كده ويسمع ويشوف النقطه المهمه اللي المفروض ان هي تشغلنا كلنا. قال: تعلمت منك، الشيخ كان بيعمل ايه؟ أنك إذا كان عندك شيئا ثمين، عندك حاجة عظيمة حاجة فخمة، تتصدق بها. كل ما يبقى عنده تحفة كده يتصدق بها، جاله مبلغ محترم ما يروحش يبني ولا يعمل ولا، لا، يروح يتصدق الأول بيها. يتصدق على طول، ياخد الحاجة الثمينة ويتصدق بها. ليه؟ لأنك تقول قال الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فأنت تدخر عند الله عز وجل. الله. فصندوق الدخار عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا به أبواب الرجاء وأبواب الطاعات وأبواب القربات. خلي بال حضرتك، احنا كتير ما بيبقى فيه مشاكل في البيوت، وكتير ما بيحصل ان في حد بيتعب. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا بندفع كل هذه الألوان من الابتلاءات بالصدقات. ما نقص مال من صدقة، ده أمر. داووا مرضاكم بالصدقة، أمر تاني. وما تجربوش مع ربنا سبحانه وتعالى، لا،
لا تجرب ربك. ما تخليش واحد كده يقول طب انا هجرب المره دي. اوعى حد يجرب ربنا، ما حدش يجرب مع ربنا. اي حاجه بتعملها مع ربنا اعملها بيقين. اليقين ده هو الفارق الجوهري في رصيد حسناتك عند ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده هو ده الشرط اللي حضرتك بتكلمي عنه، الاخلاص واليقين. اكون عملي ده لا ارتجي بيه ان فلان يقول ده فلان تصدق، ده فلان عمل كذا وفلان عمل كذا، وفي نفس الوقت ايه يبقى عندي يقين في ان الله عز وجل يكفئني به.